أشرف الأنصاري طالب بالمعادلة للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرشيدية، تنزيلا لمخرجات التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. نجسد اليوم إنزالا وطنيا الثاني من مارس سنة 2024، حيث نرفع إشارة النضال على مطالبنا بدءا بملف العدالة الأجرية، اللي كنشوفوا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمارس سياسة التسويف والمماطلة. وبالنسبة للمطلب الثاني اللي هو إحداث تعويض عن التدريب الاستشفائية، في حين أن الوزارة تقول بأن التعويضات عن التدريب الاستشفائية ستربط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وهذا الذي لا نقبله أو لا ما كنقبلوش بتاتا، حيث أن نريد بغينا التعويضات عن التدريب الاستشفائية في الوضعية الحالية أو في الوظيفة العمومية. والمطلب الذي ذو أهمية أكبر اللي هو الرفض التام لجميع أشكال التعاقد والرفض التام لجميع أشكال أو الخصاصة في القطاع، هذا ما يؤثر سلبا على قطاعنا ألا هو قطاع التمريض. نوجه رسالة للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى ماذا تريد هذا الاحتقان الجماهيري والغضب بالنسبة للطلبة والخريج والممرضين؟ وجوابا على سؤال الوزير، هو أننا نحن على درب النضال سائرون، إلى حين تحقيق مطالبنا. وتحية نضالية لكافة هذه الجماهير التي لبت نداء التنسيقية الوطنية، وشكرا.